ولنقاش ملف صراع الميليشيات على المناصب والحديث عن تشظي ما يسمى بالإطار التنسيقي ومآلة ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. دكتور، بعد إصرار كتلة ائتلاف الوطنية على التشكيك في نتائج الانتخابات وتصريحاتها بأنها قدمت أدلة للقضاء تطعن في هذه النتائج، ما مدى إمكانية اتفاقها مع الصدر لاحقا؟ باعتقادي أن تقديم هذا الطلب بحجة أنه الانتخابات التي جرت والتي لم يفوزوا فيها الميليشيات والأحزاب الأخرى، ولذلك قدموا هذا الطلب من أجل إعاقة سير عملية تشكيل الحكومة في الوقت الحاضر. وهناك رأي يقال أنه المحكمة الاتحادية الدستورية سوف تعلن بعد 4 أيام عن مصادقتها لهذه النتائج. وبما أن كتلة علاوي أرادت أن تقدم هذا الاقتراح وكأنه اقتراح من أجل إضافة عدد من المقاعد كما حدث سابقا وقدمه علاوي وعمار الحكيم على أساس مشاركة بإعطاء مقاعد لهذه الجهات التي خسرت الانتخابات. نعم. هم لا يريدون أن يخرجوا من السلطة لأنهم يعرفون جيدا التمسك بها بوجود أولا شغلات اقتصادية مهمة في لجانهم الاقتصادية في كل الوزارات، وعملية نهب ثروات العراق التي جرت خلال الفترة من عام 2003 ولحد الآن تجري على قدم وساق. نعم. وللأسف أنهم جادون بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة والتي يصر عليها الفائزون بنسبة عدد مقاعد أكبر، وهم التيار الصدري في 73 مقعدا لهم. في هذا السياق دكتور، ائتلاف دولة القانون يعول على قرارات المحكمة الاتحادية لتشكيل الحكومة المقبلة، هل تتوقع تغييرا جذريا في النتائج أم أن هذه التصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط لأنصار هذه الأحزاب والميليشيات؟ أنا باعتقادي أنها مجرد دعاية هذه يقومون فيها من أجل قناع الناس بأنه هناك عملية ممكن أن تجري بمساومة من أجل تشكيل حكومة توافق، لكن هناك إصرار بأنه لا حكومة توافق، يجب أن يكون حكومة وطنية تعتمد على نسبة عالية من المخلصين والأكاديميين والذين ممكن أن يقدموا خدمات جليلة للبلد. ولذلك نعم، المعذرة على المقاطعة، بالحديث عن تغريد كل كتلة من الكتل خارج السرب وسرب ما يسمى بالإطار التنسيقي الذي اجتمعت حوله، إلى أي مدى بدأ هذا الإطار التنسيقي في التفكك؟ بدأ برأي دولة القانون أن هناك ممكن أن تحل القضية عن طريق القضاء، ولذلك هناك إصرار من الباقين وخاصة عصائب أهل الحق وبدر وغيرها من التنظيمات الأخرى المشاركة في هذا التوجه بفتح، على أنه ممكن الضغط على الحكومة الجديدة بتشكيلة واسعة تضمهم مجددا إلى دولة ممكن أن يقودها أحدهم. كيف يمكن قراءة عودة الميليشيات من جديد للتصعيد، لاسيما بعد تفجيرات البصرة ومخمور، وهل يمكن لها أن تتوافق بعد ما ذهب إليه الصدر مؤخرا من أن تفجيرات ترتبط بالأزمة السياسية؟ بالتأكيد أنهم يثيرون قلقا في البلد
من أجل أن يضغطوا باتجاه أنه نحن موجودين على الساحة. ولذلك ما جرى في البصرة ومخمور أنه عمليات يريدون منها تحذير الآخرين بأنه يجب مشاركتنا في الحكومة القادمة، وهذا دليل على إفلاسهم. وبالتالي أنه الناس نبذت كل هذه الإجراءات والتصورات التي قدموا على أساس تشكيلة حكومات ائتلافية من مجموعة من أحزابهم وميليشياتهم، وبالتالي سوف تكون هناك حكومة باعتقادي هذه الحكومة حكومة توجه وطني أفضل من أن يكون هناك حكومة ائتلافية تضم هذه المجموعات التي جاءت وفق المحاصصة الطائفية. فنبذ الطائفية والمحاصصة هو الحل الوحيد من أجل تغيير وضع العراق نحو الأحسن. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس، حدثنا عبر الهاتف من لندن.